المهدية تونس، حضارات عديت على المدينة هذه. الشيء هذا ما يخفيش، البلاد معبية بالأثار، الحصون والأبواب من العهد العثماني، الفاطمي، الروماني، البوني والفينيقي. تمتاز المهدية بمعمار فريد نظرا لتعاقب الحضارات. يتوافد السياح من جميع أنحاء العالم لتقضية عطلة تنسى بين جمال المدينة وطقسها المعتدل وبين تاريخها الذي لا يسرد في دقائق معدودات. المدينة فريدة من نوعها. يوجد بالمهدية مقبرة بحرية وهي من أجمل المقابر في العالم. المهدوية يحبوا يدفنوا عائلاتهم على البحر، يتولدوا على البحر ويموتوا على البحر. السقيفة الكحلة، باب الزويلة ولا باب الفتوح، كانت قبل المدخل الوحيد للمدينة برا، توا تهز مباشرة للسوق والمدينة العربي. المدينة العربي، سوق التركي ودار الهمة هي عامل تركز السياحة بالمنطقة. الصناعات التقليدية بالمهدية تنقسم بين صنع المسوخ والذهب ونسج الحرير. المهادوية عيشتهم بسيطة ومزيانة وعلاقتهم بالبحر قوية. نراو المنارات، الماء، المصيد والفلايك، حاجات متعلقة بحياتهم اليومية وأنشطتهم اليومية.